ومعنا محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز مباشرة من محيط معرة النعمان بإدلب. أهلا بك من جديد محمد. طبعا غارات جوية روسية وقصف مكثف من قبل الميليشيات على معظم مدن وبلدات جنوب إدلب، ضعنا في أكثر تفاصيل عن الوضع وكيف يبدو المشهد بمستجداته حتى هذه الساعة. نعم هاجر، تواصل طائرات الاحتلال الروسي تحليقها في أجواء محافظة إدلب، وتنفذ هذه المقاتلات غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة من المحافظة. طبعا تركز هذه المقاتلات غاراتها على الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية في القرى والبلدات جنوب إدلب، مستخدمة للصواريخ الفراغية والارتجاجية شديدة التدمير. الحقيقة أن الانفجارات التي تنجم عن هذا القصف هائلة جدا ولم نكن نسمع مثلها من قبل، ما يشير إلى أن الاحتلال بدأ يستخدم أو أنواع جديدة من الصواريخ أو أنواع جديدة من الأسلحة ضمن ما يقوم به من تجارب للأسلحة في سوريا. طبعا المناطق أو أبرز المناطق التي استهدفتها هذه المقاتلات هي بلدة حزارين، نفذت عليها المقاتلات الحربية 4 غارات جوية تركزت على الأحياء السكنية كما شاهدنا في التقرير السابق، بالإضافة أيضا لغارات جوية نفذتها المقاتلات الحربية على مدينة كفرنبل أو على أطراف مدينة كفرنبل. واصلت هذه المقاتلات تحليقها في أجواء جنوب المحافظة لتستهدف بها الصواريخ الفراغية أيضا بلدات معرة حرمة والركاية وكفر سجنة في ريف إدلب الجنوبي. أيضا بالصواريخ الفراغية تركزت الغارات على الأحياء السكنية في هذه المناطق. إلى ذلك ومنذ الصباح حتى اللحظة تنفذ هذه المقاتلات غاراتها بشكل مكثف جدا على مناطق ترملة وسطوح الدير وبعربو وكفر سجنة ومعارة حرمة أيضا في ريف إدلب الجنوبي، مستخدمة الصواريخ الفراغية والارتجاجية شديدة التدمير بالتزامن مع تحليق هذه المقاتلات في أجواء المحافظة وقصفها لقرى بلدات ريف إدلب الجنوبي. تواصل مدفعية النظام وراجماته بدك مناطق ريف إدلب الجنوبي أيضا بالصواريخ والقذائف المدفعية. مناطق الشيخ مصطفى ومعرة حرمة وكرسعة ومعرة الصين وحزارين تعرضت لقصف مكثف من قبل ميليشيات الطائفية برجم الصواريخ والمدفعية الثقيلة، في حين شهدت مناطق معرة ماتر وجبالة ومعرة زيتة وكفر سجنة وحيش وكفر مزدة وتح وتحتاية أيضا قصف مماثل برجم الصواريخ والمدفعية الثقيلة. طيب. في حين طال نتيجة هذا القصف المكثف والمستمر والذي يطال ويستهدف المدنيين يعني في كل الأماكن بالنسبة لمحافظة إدلب، كيف هو الوضع الإنساني، كيف هي حركة المدنيين، وطبعا الوضع الإنساني نتوقف عنده عند المخيمات. هناك مناشدات محمد لدخول المنظمات الإنسانية لتقديم مساعدات، كيف هي الصورة؟ نعم هجر، كثافة القصف على ريف إدلب تسببت بتوقف الحياة بشكل كامل في كثير من المناطق، خاصة ريف إدلب الجنوبي، مناطق معرة حرمة والشيخ مصطفى ونقير وكفر سجنة جبالة معرة ماتر كفرنبل. هذه المناطق كفرنبل لوحدها كانت تحوي أكثر من 50,000 نسمة، بالإضافة لمناطق حاز كفرنبل، وهذه المناطق كلها توقفت فيها الحياة تقريبا بشكل شبه كامل، بالإضافة لمناطق توقفت فيها الحياة بشكل جزئي. كل الأهالي المتواجدين في هذه المناطق من السكان الأصليين والنازحين إلى هذه المناطق توجهوا باتجاه الحدود السورية التركية ليعيشوا ظروفا إنسانية قاسية. طبعا المنظمات في تلك المنطقة كانت تسعى لتدارك الوضع، ولكن حجم النزوح هائل جدا هاجر، نتحدث عن 1,000,000 نازح لجوا إلى الحدود السورية التركية خلال الهجمة الأخيرة، نزحوا إلى منطقة أصلا هي مكتظة سكانيا، سواء كانت مناطق الشمال مثل الدانة وسرمدة وأطمة وغيرها من هذه المناطق أو مناطق المخيمات. الآن الخيمة الواحدة في بعض الخيام تعيش فيها 3 أو 4 عوائل، تنام النساء والأطفال داخل الخيمة والرجال خارجها، ولكن هذا الوضع يمكن أن يستمر صيفا، أما الشتاء فهو مستحيل. ما ينذر باتجاه الوضع نحو كارثة حقيقية، إذ أن الكثير من العوائل حتى اللحظة لم تجد مأوى لها. ناشطون في محافظة إدلب دقوا ناقوس الخطر ووجهوا نداء عاجل للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه العوائل أو هذا العدد الهائل جدا من النازحين وتقديم المساعدة لهم لتفادي هذه الكارثة، لأن الوضع في الشمال السوري حقيقة
يحتاج لتحرك دولي لتفادي هذه الكارثة التي نحن نقبل عليها، خاصة تداخل تزامنا مع دخول فصل الشتاء. فالوضع في شمال الدب وضع كارثة حقيقة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل محمد الفيصل، مراسل أورينت نيوز من محيط معرة النعمان مباشرة.